سيتم من الآن فصاعدا إعلانه مرة واحدة في نهاية يعني اليوم، وأعتقد أننا بذلك نستطيع تحليل المعلومات بطريقة أفضل. نعم. يعني لغاية الآن لا يوجد حالات جديدة، هناك عينات يتم جاري إجراء الفحص عليها. نعم. وهناك عينات جديدة سيتم أخذها، نحن نعلم أن هناك أشخاص موجودون في الحجر الصحي ويتم مراقبتهم بشكل دقيق، وإذا ما كان هناك وجود أعراض وتم الاشتباه بهذه الحالات تصبح حالة مشتبهة ويتم تغييرها من حالة الحجر إلى حالة العجز، وبعد ذلك يتم أخذ عينات ومسحات أنفية بالعمي ترسل للفحص، ويتم التأكد فيما إذا كانت مصابة أو غير مصابة. إذا كانت مصابة يتم نقلها من الحجر أيا كان الحجر وفي أي مكان للعلاج في مستشفى الأمير حمزة. معظمهم هي حالات بسيطة جدا، هناك حالة يعني تشكو من بعض الأعراض يعني ليست لا تدعو للقلق، ونتمنى أن تتحسن حالات كل المرضى بسرعة ويتم شفائهم إن شاء الله. هناك معظم في أردنيين قدموا من الخارج ولكن ليس من الموجودين في الحجر حاليا، وتم الاشتباه يعني من كان عليه حرارة على سبيل المثال وأتى في الطائرة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم وضعهم في عزل مباشرة وتم إجراء الفحص. وهناك حالات ممن قدموا نعم بس ليسوا في الحجر. نعم. لا يوجد أي حالة من الموجودين في الحجر تم تشخيصها يوم أمس أبدا. نعم نعم نعم. هذا مهم، وهذا مهم يعني لو سمحت لي. نعم. ويعني أهيب بكل الموجودين في الحجر الصحي ضرورة إبلاغ الكوادر الصحية الموجودة هناك في الفنادق. نعم. وفي غير الفنادق بضرورة إعلامهم ليتم عزلهم بطريق يعني يصبح في عزل بعد ذلك ويتم أخذ العينات للتأكد من أنهم هذه الأعراض لا تعود لإصابتهم بفيروس كورونا. يوم أمس يعني أعتقد كان مفيد، والاجتماع كان يعني تم بحث نقاط مهمة أهمها كيفية التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة في الحجر الصحي. أعتقد أن الحجر الصحي حتى يعني يحقق أهدافه لابد من التعامل معه من قبل المسؤولين بطريقة دقيقة. نعم. وحساسة، وأن يكون يعني مراقبة الموجودين في الحجر مراقبة جيدة، ولابد من التأكد من أن إجراءات الحجر الصحي تتم كما يجب أن تكون.